تقول السائلة: هل يجوز للعروس أن تذهب عند الكوفيرة من أجل أن تعمل لها التسريحة في رأسها؟ صلحها أهل بيتها، أمه ولا أخته ولا النساء في بيتها، ولا تروح للكوفيرات على ما قالت، ما تخرج من بيتها، صلحها في بيتها أستر لها وأحسن. نعم، عند أمها أو أختها أو امرأة تأتي وتصلح لها شعرها على الطريقة الشرعية، لا على الطريقة التقليدية للكفار والتشبه بالكفار. نعم.